مرحبا بكم في حصة جديدة ومع الدرس العاشر، وهذه المرة سنتعلم كيف نسأل عن شخص أو عن شيء. إذن لكي نسأل عن شخص نقول كيس كيس، أما بالنسبة للأشياء نقول كيسكو سي كيسكو سي. سنعطي أمثلة على ذلك. هذه الفتاة تسأل عن هذا الشخص، فتسأل صديقها أو أخاها، تقول له كي إس، فيجيبها سي مون فرير مراد، يعني أخي، هذا أخي مراد. هي سألت عن شخص وقالت كي إس، من هذا من هذا، كي إس، سي مون فرير مراد. كي إس، فيجيبها سي ما سير كنزا، من هذه، إنها أختي كنزة. مثال آخر، هذا الشخص أيضا يسأل كي إس، فيكون الجواب سي مون أمي علي، إنه صديقي علي، سي مون أمي علي. ثم هذا الشخص يسأل كي إس، فيكون الجواب سي لو دكتور سي لو دكتور. لاحظوا لو دكتور هو شخص إنسان، لذلك نسأل ونضع سؤال بكي إس. خلافا لذلك، الآن الشخص يسأل عن هذا الشيء، ما هذا الشيء، ويسأل ويقول كيسكو سي كيسكو سي، فيكون الجواب سيتون شاز سيتون شاز، وهذا كرسي. لاحظوا كلمة كرسي، كرسي مذكر بالعربية ولكن بالفرنسية فهو اسم مؤنث، سي اون شاز c'est une chaise. الأستاذ يسأل التلميذ ويقول له ما هذا qu'est-ce que c'est، ويجيب التلميذ ويقول c'est un tableau، هذه سبورة أو إنها سبورة. مثال آخر، qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est، الجواب c'est un livre c'est un livre، إنه كتاب أو هذا كتاب، إنه كتاب. ثم يسأل الأستاذ هذا التلميذ ويقول له qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est، فيجيبه c'est une fleur c'est une fleur، إنها زهرة. شكرا على اهتمامكم، وإلى حصة أخرى بحول الله.